الولايات المتحدة تظاهر الآلاف من الأشخاص في عدة مدن أمريكية. الآلاف من المتظاهرين عبروا عن غضبهم من فوز ترامب معتبرين أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم من التصريحات العنصرية التي طبعت حملة ترامب. حتى وإن لا يمكننا أن نغير أي شيء وعلينا أن نقبل ما جرى، لكن نريدهم أن يعرفوا بأننا نشعر بالغضب، وحتى وإن لم نتمكن من تغيير الأمور فإنه من المريح أن نقف معا أنا وأختي والأشخاص الذين يتقاسمون معنا المعتقدات نفسها ليعرف الجميع بأننا لسنا موافقون. خيبة أمل أنصار هيلاري كلينتون تحولت إلى مظاهرات حاشدة عمت عدة شوارع في لوس أنجلوس وشيكاغو، حيث تجمع المئات من الأشخاص خارج فندق ترامب انترناشونال ورددوا عبارات مناهضة لفوز ترامب وللعنصرية التي طبعت حملته الانتخابية طيلة 18 شهرا. كما احتشد المئات من الشبان أمام البيت الأبيض في واشنطن حاملين شموعا ورافعين لافتات أرادوا من خلالها إسماع أصواتهم المنددة بأفكار ترامب وتصريحاته. بالرغم من